لمان سموال وإسلقة تي نبدي سوق إنك أنه هرسين هرسين علماء الله نبدي وسموال إسلقة تي رج يدوم مركز نبدي بعلاقة تي أرنما سوحة أد نوفا فاهنا ين إمبيجا يسياسين تل سنة تهلا سعدان قاس مانتس ويا أنكو بالانسان وبطل هو بندي طل كنا ونجا قاتي مركب وسود وين إنسان سموال نبدي أيو قاتي جين أوكي وعاجر تا وحدو ما تين كل يوم حاملين بريات قارة ما لهن لبقي اليوم سعدين لأن مريات قارة لها ما جرتوا وعلي سعد وحاوي لبقي اليوم أول مركب له فروران اسمع إيمان هينو بل نقول بخد دابل هاد خد دابل إيا أي نبات أي محي فلين أي مسوي ما مسمايا أرسل لها آخر أدوك أوكل فوقين لينك أول أوك أو حمان أوك أو تعرف فرح أوك أو نبات لينك وط أوك إلهي بك الجواب دون إلهي وجيس بك الجواب دون أدونك أنا خساره قار دون النجا هذانا سموذل إلا كتوكا مسلاني يا ميشن ما كان رونت كوشيو كابتن وحنفر إن درهات ميشن هذا أركي أدين كون النوع إمارن أنا وحن كل واغني أو سكر رعني نبت قليع صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وحا مهضلة إلهي با مهضلة إلهي با مهض مدن إلهي وحو مهض كمدن يهي وحيالة فربضن oo ugu horeeyay inuu muslim naga dhigay yaani inaad muslim ahaato wax adii khayaarkaada ku imaaday miya mise allah kuu gartay allah kuu gartay waa hibo ilaahay xaqiisa ka ahatay ilaahay asaga koonkan khalqay iyo wixii ku noolo idil wuxuuna ka dhigay dad wixii ku noola koonka oo mukallaf ahaa insi iyo jinni wax uu asaga islaanimada u gartay يا وحنا لو فجرنا إسلام هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن مرك إلهي إنه ما أرتاي إيمان ونهبي ومسلمين نقد جاي بل نعمة ظهرت أن ما أرتاي الله أن أقوم هذا نقنو نعمة أيضا ونعمة وين معناها إلهي وحقوق در الكواب إنه بدباد وقتل على آخر مسلم هذا وصام معناه هذا خف قال وأنا لو فجرنا إسلام قف بدبال الله تلقى لي معها لكن قفك إلهي إسلام مدي ووافجي حدوسا أصدق قرك كبي استاجن وأوسا فهم من وحي إلهي أوسيا غلط أهيد وأصدق لكن الله إنه بدبال يو كتر قال قفك أصدق يا مسلم كه مرك إسلام مدي أهرت وأنا كنت أصنعنا وأن رب دهن وأن كدقنا وأن نعمة ده أقوه وين وين نعمة ده أمني غنا كل كل اللي وايو مبالغ رتا أيضا وأن نعمة الله بعض qofki waayay un baa garani indhaha hadda soo nicmo maaha qiimahay ku fadhiyaan anaga ma garanayna qofki indha qaba laakiin qofki beelo un baa garanahaya qiimaha indhaha ay ku fadhiyeen caafimaadku waa nicmo qofki waayay un baa garanay nicmadii nicmada caafimaadka marka ammaanka waa nicmada kolku ilaahay qofka siiyay islaanimadii waxa ku xiga weeye amniga ma artay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofki كوا بريستا محو أها قابتي وكوا بري أصغر النبض إيه أغاس وقرطا ويركع ضو قضينا وانا هاو سديتا كينا مهاضي عافي ماتك إيقا يرحم وحان وغاتا ما ضحضا إيقا يماتو وحكا لإنتا لقارن رارك وحي إيقو كنا ماضو رارك أما عرور تاس حرادا كجر طوين أخرى بناك لصو بحيني أو إيكسو قيب قلي ما ضحضة إماتة وراه ذات أي دقي سري إلا واحد نرد الله قاضي ما نرد إنا يقاطان للربيع كجران انت هكا قضال أنا سنة كيجي واسديتر عمر كيجي أنا هلوقة بان كبوغي ويرانت إلى صدن يتضب سنوين دقنا geedaha markii la gurayo dhulka la astaameysanayo dadkii deegaanka ku jiray naxdin badanna way soo marto waan aqaan hooyaday xabad baa lagu dilay magaaladan ay ku xabaalantay sidan waa laga iimaan badnaa ee kol qofkii dilay haddaan la arkaynin wax wuu i dilay la dhahay ma jirin magaalada la dhici jiray habeenkii dukaamada la guran jiray
أنت بو ميت كو ظان دخي مر مر وحان ده ايقو وحالا بيقن انت هيدو قيدي كورنا لين لقود دي لواد قاد ديه ما يكون لقو مطو دو قيدي وجنة اسكا دحفديان ادو تكتد الحقنا بهم ذريتهم وما علفتاهم من عملهم من شيء ادكا قيب قشي دي نمان يهو وحبضان باجرا اما وحبضان بار نقود دعي محشمها سنة تهيئة إن بيقى قارسة تون شيبا نوفر استنواد أكتين إساقي بابا فنية وان خلا شاقنا وحبان وشاقنا آد با نبض ربنا إنا نبض ربنا وحاكو توسي وحي آن اسكو أغير مرخي دعضا إما توان كبحنا وحي مالين تآن وضا شاقنا وان دعضنا مالنت الدنبه مانتا نبضن بالاسم قشين دو هياي يا وحان شاقان دونا في عندا عن قبرنا ننكو عوضا غلطة شاينو ننفي عن لطة شاين مالنتا شاق دونا او نبض جعل او وحقور بوان او في عن سجن انت كهر ام الخير وابهت انا سلسو شقين مع الهارون سنة تهانجي يا انبيه waxaad ogaatay walaalayaal hadda waxaan u soconaa waraa inaan marina carada waa nabad laakiin waxaan kale maartay kal hadalkeeda uu noo dambeeyaa waxaan maqlay ninba asoo sodohdi la joogo yuu dhuusay markaas wuxuu yiri sodohay iska wada aanay dabadeeda waa isku dambeeynaa kullay waxa dhacaayo iya dhaxdeena waxa ka dhacaaya ee fidmada ku wado kulli madaxda iyo wixii quman arageeda uu yeelan doona waxaad ogaatiin horta idinka walaal idinka isuureynin talamago magacana hadda ma bilaabanin qadiyadana mar walbaba way dhici jirtay laakiin raggi xallin jiray wuu dhamaaday allah u naxariisto waxaa ka dambeeyay adeerkay maxamed yuusuf intaas oo qadiyad baa isla galnay hatta safiyo kolka ay ahayd embiga oo gaariska dhacday wax meel gaari jiray ma jirin wixii oo dhanba mara hoosteed baa lagu dhameyn jiray laakiin raggii qiimaha badnaa kolkuu tegay wixiinu bannaanka u soo baxa yay noqotay kolley ilaahay inuu noo soo saaraa laga yaabaa beddelkoodii rag booski buuxiya ama dad buuxiya waxaad ogaatiin walaalayaal waxa nafta la dhaha bani aadamka إلهي بقى إسكالي بني آدم كاللوا قيبوت بوكا قيمة قيب والنف يوحيك صاهري نفت إلهي بقى إسكالي فإذا سويته ونفقت فيه من روحي إلهي بقى إسكو إدافي نفى داد قويسو وح إلهي ليه هاد قويسي يوغو دكا قوينا يانا ما أنت خسارة سقا قبع لكن أنك يا نقونين أرنتين أرنتين adigoo gacan aad ka geysanin haddaad carabkaada waxaad kaga hadashay keliya naf ay ku go'do midka gacanta ku geystay iyo adigu isku dambi baa tihiin ilaahayna waxaan subxaana wa tacaala ka baryaynaa adduunka inuu naga saaro wixii oo naf ayna aan gacantaanada aan ku goynin ama carabkaanaga aynu ku goynin walaalayaal walaalaa tihiin jiiraan baa tihiin idinkaa ishuraynin magaaladan dadka jooga waa wala jiiraan ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi jiiraanka waa afartan guri oo xaggi afartan guri oo xaggi afartan guri oo xagge xaqul jiiraannimaad isku leedihiin xaqul islaannimaad isku leedihiin xaqul walaalnimaad isku leedihiin waxaa la rabaa kolkuu ku wax yar gaara kan kale inuu la xanuunsado khaa'in wax suubiyey inaa ruux beri eh oo ilaah subxaana wa tacaala waxaasba waxba aan ka ogeyn inuu meesha ku gala lama ogola diinteennana ma ogola dhaqankeennana ma ogola
وحاسو دو وحانو قال لهاي ماها كلكا وحان إذن ديه ساد نبد أقادتين إلهي خير هايدن سيو إلهي نايدن بركيو أنيقا هاللوغو بري أنو حيرو وكي مادي مقدشو حيرو بانها ودن كما كتيقا أنو ير حربان حق أقادي يان صامر 1983 هادان وحان كسو النقضي وحيو أذيركي محمد يوسف أن لسعوده oo campaign aan ku jirnaan hadana ku soo noqday waa ma waa markii laba saddex jeer inaan imaadaan u maleen walaag baan u imaanaya maanta waxaan u imaaday walaal isdile waa kaafi kale dheeri waa kolka waxaan idan leeyahay walaalayaalo khair allah idan siiyo waan soo hoobine isbadbaadiya idinka wala dhalateen jiiranimada isku badbaadiya walaalnimada isku badbaadiya magac isku badbaadiya waxaan kale oo madaxda aan ka codsanayna dad waxa jira ilaa dhowr iyo toban bari meesha askarta ku jireen oo ilmo yar yar leh dad la arkaba leh waa walaalahood ayakan iskaga kaandhow waa dadkay shaaha isla cabaayeen waa dadkay walaalow isla hayeen waxaan leeyahay caruurtaana ha laga soo saara meesha khayrna allah idan siiyo samowadal ayaa soo qaaday gaariyal ku soo qaaday u dhe dad baa iska jira sheeydaan ah oo sheeydaanka ma arto iska ma dhiyaato xamaasa iska jirta siyaasad xaq loo geeyay aniga nin shucuub lahay meesha ku jir waan la hadlaa habeen kasta weligiis ma ka saay laakiin waan la hadlaa xaaladooda waan ka warhayn odayaashana samool hor iyo gadaal ayaa u soo baxayeen xaaladooda ka warhayn xoolahoodna samool ahaaya hadda saasaan walaal u nahna ogaada hadduu wax naga hadlaabay maxaa u lahay nabadgelyadan ku dadaalayna kuwasba sheedhaan badan iska jira dad xamaasa iska jira saasaa ma aragtay ya meesha u tageen samoola geeyey sifa nabadgelyada aan ku xaqiijino hadda maxaan leenahay annaga diyaar aanahna wakti kasta waan diyaar nahna garabkiinan taagannahay waxaan rabaa inaan ku sheego culimmada madaxda siwaaq iyo madaxda samoola waad la hadalna annaga waxaan ku tashanay inaan wala hadalno hadda markaan noqonno insha allah usbuuca soo socdo waa wada hadlaynaa waa wada fadhiisanaynaa hal meel baan iskugu imaan doonaa insha allah soo xabaw suaasa qabina gaaris annaga iska leh ugaadeen baa iska leh soomaali weyn baa iska leh nabadgelyada waa ku qasbana annagoo mas-uuliyiinta ah soo waa mahadsan tihiin waxaan rabaa maaragtay markaa in ka baxno walaalaha inaan soo sii dayno security aan la hadalno ka bacdi xagga la geeyo tacsiina nala aadin dadka maaragta walaalaha laga dhintay anala soo booqdiin aniga codsanaynaa securityna waan ku ataag garaynaynaa annagoo madaxan qaadanay arrintaas anaga qaadanay inaan maaragtay gartaagana walaalahayna waxaan ugu qaadataa nuu qaadatay waxaan ku dhici doonaa nishee insha allah waana mahadsantiin asalaamu calaykum kwanza wageni wazee ambao umekuja nawaambia asalaamu calaykum karibuni sana uluho sitasema mengi tumeongea tumekubaliana wote ya kwamba kitu muhimu ni tuweke amani tukae chini na tukae na majirani zetu na amani na tumekubaliana kwamba pia bado iko mazungumzo wazee wanaendelesha Garissa na hii kazi ya mazungumzo tulianza kitambo nafikiri chairman anafahamu chairman mzee Awes adher pale tulikuwa tumeanzisha mazungumzo sisi kwa tumeanzisha mazungumzo lakini bahati mbaya hii ajali katokezea. So tutaendelesha mazungumzo inshallah lakini tumeongea na watu wa Uluho wako tayari wako na amani wamesema watawekesha amani wametupatia ahadi na kitu moja mimi singetaka wale family ambao wako hapa Uluho family ya Sinwak kwenda mahali yoyote. Hii ni nyumba yao. Hii ni ardhi yao. Sisi tunataka wabaki hapa hapa na amani na wazee wametuhakikisha